اخواتاتي، مرحبا بكم عندي كاملين في القناه ديالي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. خوتي اخواتاتي، اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد فلان كيجي لذيذ 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 بزاف، ما تشبعوش منه صراحه. كيجي بالكخاضه واللوز. باش نديروا هذا الفلان هذا عندي في المقادير كالتالي. بسم الله على بركه الله، عندي لتر كامل ديال القشطه الطريه ولا ديال الكريمه السائله، عندي لتر ديال الحليب كامل الدسم، عندي 4 معالق كبار ديال السكر سنيده، 4 معالق كبار ديال اللوز اللي قليته ومن بعد هرمشته، عندي 2 لافاني ديال السكر. الا بغيتوا تعوضوها بلافاني ديال السائله ديروها حتى هذيك مزيانه. عندي هنا واحد العلبه ديال الماسكابون من فئه 250 غرام، عندي هنا العلبه كامله ديال الكخاضه. الكخاضه راه معروفه، فين ما مشيتو غادي تلقاوها. فيها لداخل 4 الساشيات، 4 الساشيات غادي نستعملهم كاملين في هذا الفلان اللي غادي نديرو ان شاء الله. خوتي خواتاتي، بقاو معايا ما تمشيوش بعيد باش نحضروا هذا الفلان جميل ان شاء الله، ونشوفوا كيفاش غادي يخرج معنا فرجه ممتعه. بسم الله نبدا معكم خواتاتي. الاول نبدا على بركه الله، نجيب هاد الماميكه هذه اللي شويه غارقه. الاول غادي نبدا بهاد الساشيات ديال الكخاضه، غادي نفتحهم. ندير معاهم السكر، 4 معالق السكر، ندير معاهم 2 ساشيات ديال السكر لافاني، علبة الماسكابون، نزيد معاهم تقريبا كاس ديال الحليب. غادي نخلط الاول، ومن بعد نزيد كريم فريش ولا الكريمه السائله، من بعد نزيد لتر الحليب. دابا خواتاتي انا درتو فوق العافيه، دابا نخليوه مع التحريك المستمر، ما نقلعوش يدينا عليه باش ما يتكورناش، لحقاش فيه كخاضه هي دايره بحال مايزينا. ونبقاو معاه التحريك، نحركوه. خواتاتي ها هو الخليط بدا كيغلى، شتو طلع معنا. دابا غادي نحيدو فوق، ها هو شتو، غادي نرمي فيه هادوك 4 المعالق ديال اللوز اللي هرمشتو. صافي انا طفيت البوطه، صافي نحركو هكذا ونمشي نديروه في القالب اللي درت فيه الكراميل مسبقا. خواتاتي انا عندي هنا القالب، خديت هاد الشكل هذا، نتوما خدو اي قالب عندكم في الدار، ودرت ليه الكراميل. كندير معكم الكراميل، راه عندي حتى في وصفات اخرى كراميل، راه ساهل ماهل ماشي واعر بزاف. دابا غادي ندير فيه الخليط، غادي نخليه حتى غادي تمشي له هذيك الحراره كامل، لحقاش دابا سخون بزاف ما نقدرش نديرو في دابا في النبيره، نخليه حتى تمشي له الحراره كامل واحد 10 مينوت هكداك، عاد ندخلو النبيرة وها الثلاجة، نخليوه من 3-4 السوايع يكون واجد عندنا الفلان ديالنا، ومن بعد نرجع ونوري لكم الشكل الأخير ديالو. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عندي. من بعد ما كملنا جميع الفلان ديال الكخاضة، تبارك الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، هكي كيخرج معنا. جا صراحة كيجي بنين 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 بزاف، ما تشبعوش منه. والزواق كيبقى اختياري، زوقتو على حسابي انا، درت عليه الشكلاط ودرت عليه الفريز والبنان
ودرت عليه كريم شانتيه وزوقته بالشكلاط، عاود الحبيبه ديال الشكلاط. والمهم هذا هو الزواق ديالي، الا بغيتو تزوقوه نتوما بشي حاجه اخرى زوقوه. درت عليه اللوز المطحون. ايوا المهم هذا هو فلان ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم بالصحه والراحه، تجربوها لوليداتكم وديروها في بيوتكم. صراحه يعني ما تشبعوش منها صراحه. خوتي خواتاتي، دابا ما عندي غير نقول لكم في امان الله وحفظه، حتى الحلقه المقبله ان شاء الله ندير لكم شي حاجه جديده. السلام عليكم.